اسمعي يمي، وانتي يا ليلى مريم، اسمعوا الكلمتين منيح يمي. يمين عظيم، اذا فاطمه بتفوت هالبيت ليلى مرتي طالق مني بالثلاثه، لا بتشوفوها ولا بتحاكوها وعلى البيت ما لها دخله. لا يا امي طول بالك، شو ذنب ليلى؟ ما لها ذنب. اللي عندي قلته. عليك يا امي، مين عامل فيك هيك؟ ما حدا امي، ما حدا، وقعت من على الحصان. لك شو ما حدا؟ لك امي شو ساوي لك؟ شو اعمل لك؟ جيب لك كمادات مي باردة. لا 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 امي، ما بدي شيء. لك شو ما بدك شيء؟ على قامتي يا لطيف. الله يخليك يا ابو فايز، هدي عليه بس ليجي. انت بتعرف قديش بيحب اخته ملك، ومخه ما بيتحمله انه يصير له شيء. السلام عليكم. وين كنت؟ لك عم مالك وين كنت؟ كنت بحارة اللوز. خنقت انت وشكري مو هيك؟ جاوبوا لا. خنقت انت وشكري؟ ايه يا بي، تخانقت مع شكري، ولولا ما اجى الزعيم ابو فاضل كنت رح خلص عليه. عم تضرب صرخك بك فايز؟ ايه صار هذا اللي عم تحكي عليه عم يضرب اختي، اختي الكبيره يا بي. روح شوف وشها شلون مسرق، فوق هذا كله بدك ياني اسكت له. وانت شو عرفك انه عم يضربها؟ شو عرفني؟ راحت لعنده وشفتها بعيني. وشها كله سراق يا بي. تاني مرة بتجي بتقلي وأنا بتصرف معه. وبعد الفطور بدنا نروح أنا وياك لعندهم على البيت وتعتذر منه. بس يا بي، ولا كلمة. بتروح وبتعتذر منه، ومشان ملك أنا راح أحكي معه، وإذا ما فهم علي راح أجيبها معي ونخلص من كل هالجوازي. يلا هاي طابشين. الله يسلمك. يلا لحظة دكة استنى. تفضل عمي. الله يسلمك. على راسي. ايش بك فارس؟ رح يقضي المغرب واخي نوري ما كان يجي. إيه ما بيسايل، ان شاء الله خير. لكن هات نروح على الدار انا وياك نجيب فطور للشباب، ما صفيان شيء للمغرب، وانت خليك في الدار لانه معلم نوري ما معه وقت يجي على الفرن، بده يروح على الدار فورا. يعني هيك قلتك؟ إيه كيف لكان؟ بعدين اخطي الشغيل مشحارين واقفين على كعب رجليهم من الصبح، يعني ما بجوز من الله نتاخر عليهم في الفطور. معك حق، امشي معي. دير بالكم على الفرن يا شباب، انا رايح اجيب فطور وارجع. شريف.
وصلت على بساتين الدويلة، وبعدين وين بدي روح؟ مين؟ أنا افتحي. يلا تكي تكي أخي عم. يلا أمي نطحتي أكل الشغيلة. يلا ما كان بدنا الطبخ اليوم. وليه بقى؟ شوفي عمي نوري لقطة لفتنا عم تحكي مع جادة ياسين من عالصدح. شو؟ ايه والله الوضع جوا نار وشعل. ياسين وفاطمة؟ فاطمة وين هلا؟ اخذتها عندك ام هادي مشان عمي نوري ما يذبحها. احموشي عيلي مو طابخين، فخود دبر حالك. خيرك سابق ولا يهمك، دبر حالنا. السلام عليكم. عليكم السلام. وياسين وينه هلا؟ هرب من الحارة كلها. كنت فيه في على الرجال اللي مثلك يا ياسين، في عليك يا واطي. الله يرضى عليك يا فارس، ما بدنا مشاكل أكثر من اللي صار. مشاكل؟ والله لا أشرب من دمه لياسين الواطي وهو. لا يا أمي لا، شو هالحكي هاد؟ أنا بعرفك عاقل وفهيم وهادي. روح الله يرضى عليك، روح لعند أخوك واحكي معه، قاعد بغرفته وما عم يحكي مع حدا. يلا أمي يلا يلا. لا يا ياسين، هي مو شغل رجال بنوب. عم تحكي مع بنات العالم من فوق الأسطيح. يا عبي شو مالك؟ الله يصبرك يا معلمي، الله يصبرك ويكون بعونك. أختك فاطمة نجست شرفي وشرفك يا فارس. مع مين؟ مع ياسين الكلب اللي ما بيسوى أجرة بصلة، مع الحقير اللي عملته زلمة فتحت له مدرسة وسويت له صيد بين كل أهل حرد اللوز. وهذا طعني الضهر يا فارس بشرفي بأرضي. أخ بس لوك بشو بس. لا أخي لا، هي ترك علي. أقسم بالله العظيم لجيب لك ياسين الفتان وراسه معلق على الشبريت هي وزدته بين رجليك، بس أنت على حب النبي هدي لي حالك. خلاص يا فارس، خلاص. إيه أخي، وهلأ بدك تقول معي على صلاة التراويح. إحنا ما لازم نبين لأهل الحارة إنه صار معنا شيء. كمان هلأ بخبر ليلى وأمي إنه خبروا كل نسوان الحارة إنه فاطمة زاهرة عند عمتي معادل بالميدان. هيك أحسن. لوين أخي؟ شو لوين؟ مو قلت بدنا نروح على التراويح آية متوضة. جاي لحتى أحكي معك. أنا جاي لعند رجال البيت وكبير حارتنا. ليش ابنك خلى فيها كبير يا أم ياسين؟ ما رح أقول إنه ابني ما غلط، لا ابني غلط وبيستاهل العقاب. حياتك لو بعرف وين هو لحتى روح وقتله بإيدي هدول عالشي اللي عملوه. بس أنا هلأ جاي أقول كلمتين. ياسين
من زمان بده فاطمة، كان رايد الحلال. بس البيوت من بابا يا أم ياسين، مو من أساطيحها. فارس خليها تحكي اللي عندها. معك حق يا فارس، البيوت من بوابة. بس ياسين يا ما جاي لعندي وقايل لي يا أمي اخطبي لي فاطمة، بس أنا اللي كنت أرفض. تعرف ليش يا كبيرنا؟ لأنه في شغلات صارت أنت ما عندك علم فيها يا أبو فاضل. أنا تقلعت من عزا عمك أبو شكري، رحت مشان أعزي بموت زعيمي وتاج راسي. أمتى تقلعت؟ عم بحكي غلط يا أم نوري؟ قلعوها من بيتي، ما عاد فيني أتحملها، قلعوها من بيتي. كملي يا أختي كملي. بقى ياسين كان طالب الحلال مو طالب الحرام مثل ما انتم مفكرين، بس كل ما كان يجي مشان يفاتحك بموضوع الخطبة يصير مصيبة بالحارة. على كل حال أنا قلت اللي عندي خاطركم. أم ياسين اللي عندك طلب، احنا غلطانين بحقك يا نوري. اذا بتطلب عيوني بعطيك اياهم، بس على الحق. استري على القصة يا ام ياسين، استري علي، الله يستر عليكي. ولا يهمك يا كبيرنا، بيرملوا قرار. أنا إذا بدي أستر لازم أستر على حالي بالأول قبل ما أستر عليكم، لأنه اللي غلطان هو ابني. قوم شكري، قوم فايز، قوموا بوسوا شوارب بعض، الله يرضى عليكم. يلا انت بتمول مختار، قرب بفوز. علي بفوز بصور. موضوع فايز خلصنا منه يا شكري، وبيبقى الموضوع الأهم. إذا بتمد إيدك مرة تانية وبتضرب بلا ما تم إلى نفسك، وأنا رح أحاسبك على طريقتي. طول بالك عمي، أنا غلطت منك السماح. يعني خلاص ما راح تنعاد؟ أعوذ بالله، والله لحتى حطها بين عيوني التنتين. إيه ها؟ هذا الكلام اللي بينسمع، وين الشاي يا جماعة؟ يا على راسي، على راسي. طمنيني ام خلف. طمني ام عادل، البنت ما فيها شيء وما حدا لمسها. اكيد طبعا اكيد، البنت طاهره طهاره الطير. الف الحمد لله، الف الحمد لله. شايفه يا مو طلعت شريفه وطاهره؟ شايفه؟ الحمد لله، الحمد لله يا مو. تفضلي خلفه، تفضلي. والله ما بيستاهل المختار. لعمة انت ما عرفت ليش حبسوه؟ بلا، إنشان سوار اللي عم يطلعوا من الحارة. الفرنساوي بده أساميهم، هو ما عم يحكي، بده يضل محبوس تيحكي. العمل عمل القصة عم؟ شو إيه؟ بدي أقول لك شغلي صارت اليوم وماني عارفان كيف بدي أقولها. خير إن شاء الله، شو في؟ ياسين ابن خالتك. شو بو ياسين؟ حدا تعرض له شي؟ حدا آزاه؟ لا لا ما صار له شي، بس اليوم نوري زبط وعم يحكي مع المستورة أخته من على السطح. باطل يا ياسين باطل. العمى لك ليش هيك عمل؟ الله يصلحه على هالعملي. ولا وين هو؟ وين راح؟ هراب من الحارة.
ما حدا بيعرف وين أراضيه. وخالتي أم ياسين؟ أشبه خالتك؟ لك خالتي شلون بدها تدبر أمورها لحالها من غير ياسين؟ لا يا بضاي، مو أنت موصيني فيها؟ ولو؟ الله يصلحك يا ياسين على هالعملة. لعما شو هالعملة هاي؟ والله بعمرها ما صارت. وين بدي روح؟ لا إله إلا الله على هالقصة. وين بدي روح؟ أنا الحق علي، أنا الحق علي، أنا الغلطة. زعيم، شو عم تساوي هون ومين أنت؟ أنا ياسين الفتال. تذكرتني زعيم من حارة اللوز؟ إيه تذكرتك. شو عم تساوي هون بنصاص الليالي؟ مالي غير الله وغيرك يا زعيم. هدي هدي. خير، شو القصة؟ خلص يا فاطمة، بدك تضلي عم تبكي؟ مشان الله بدي أعرف شو صار مع ياسين. خايفة يكون نوري قتله. لا تخافي، لو قتله كنا درينا. يا رب يا رب سامحني، يا رب سامحني، شو يا مختار؟ مالها راسك؟ قلت لك ما بعرف شيء. طيب يا ابو جلال، شكلك حابب القعدة عنا كثير، ونحن على قلبنا أحلى من العسل. أنت من أغلى الضيوف علينا. بس وحياة عينك، نجوم السماء أقرب لك إنك تطلع من هون قبل ما تحكي. بقى أحسن لك احكي. منين بدي أجيب لك حكيها؟ منين بدي أجيب لك حكي؟ قلت لك ما بعرف شيء. ايه مثل ما بدك يا جناب الوكيل. نعم، انا في عيال برقبتي هن بحاجه الي، واكيد هلا غليان قلبهم علي، فطلعني من هون الله يرضى عليك. لا تخاف ابو جلال، لا تخاف. اجا هذا نوري ومعه الثاني هذا صاحب القهوه اللي بحارتكم، قلنا له انك عنا، بقى اطمن. بس يعني إذا كتير مشتاق لمرتك ولادك وحابب إنك تشوفه، احكي، مو أحسن لك؟ قلت لك إني ما بعرف شيء. طيب أبو جلال، خلينا نقسم البيت بالنص. إذا حلفت على المصحف إنك ما بتعرف شيء، طالعك فورا. لسه عالطالعة والنازل بدي لي حليف على المصحف. ليش بدي أحلفها؟ ما رح أحلف، ما رح أحلف لأني ما بعرف شيء، ما بعرف شيء بنوب. ما بدك تحلف معناها بتعرف شي يا مختار. خليك عنا، ميت أهلين وسهلين بخاطرك. قصتي منطقطة للسلام عليكم يا زعيم. الله وكيلك أنا ما غلطت مع البنت، كنت شوفها على الأسطوح وبس. إيه يا ابني، وأنا شو المطلوب مني؟ بدي حمايتك يا زعيم. أنا داخل على الله وعليك، أنا زلمة متعلم ومالي بالشنطة هون بالبرية، ورجع الحارة ما عاد إلي، لأنه هلأ الزعيم نوري وفارس بيكونوا طالبين راسي. هاي إذا ما قصتي انطبلت بكل الحارة. أنت أكيد ما غلطت وما عملت شي مع البنت؟ الله وكيلك ما عملت شي، ما كان في بيناتنا إلا الحكي. تعال معي. لوين يا زعيم؟ ياسين، أنت ما غلطت، أنت حبيت، والحب لا هو عيب ولا هو حرام. يعني أنت عندك قلب وبني آدم.
على ما يبدو انك غلطت. غلطت لانك ما رحت لعند نوري وطلبت ايد اخته منه. بس هيك غلط. ما بيستاهل الواحد ينقتل مشانه. بقى مشان هيك انا رح اخذك على الاشله معي. شو يعني زعيم؟ يعني من هاللحظه انت تحت حمايتي، ويلي بيقرب عليك كانه قرب علي. كبير يا زعيم كبير. يا ترى وين أراضيك يا ياسين؟ رحت وتركت أمك لحالها. حرموني من عبود وهلأ منك. ما بقي لي حدا، ما بقي لي إلا رب العالمين. ما لي غيرك يا رب. يسر أمره لياسين. ياسين غلط بس أنت المسامح الكريم. حدام بيد أبو الدهب يزي خالتك أم ياسين. لك شو عم تخبص أنت؟ شو عم تخبص؟ علي الجيرة اللي بيرميها بوردة لخالتي حتى أرمي بمشط رصاص. لك هي حريمة حريمة. اللي بيأذي حريمة بيكون ندل. لك هلأ نوري ما بيخوف، بس الخوف كله من فارس. ها شب أول طلعته وخلقه براس مناخيره. أنا ما بعرفه منيح لهذا فارس، بس بعرف إنه ترباية نوري، وترباية نوري ما بتخوف. بس علي الجيرة، علي الجير اللي بيقرب على خالتي، بيكون آخر شي بيعمله بحياته. وقول إني أنا حكيت، وأنا عبود الشامي. عم تسمع؟ الله يستر. سهلة بالزعيم أبو بطرس. بالمهلي عاوزينك دقيقتين. ايه تفضل الرجوع. يا عذرة. اهلا وسهلا. اهلا بالزعيم أبو بطرس. فوت ياسين. يا ابني يا ياسين، رح اضلك هون لبين ما لقي لك بيت بالقشلة وتسكن فيه. انا بأمرك يا زقرتي. ابونا الياس، شو بتحتاج وشو بيجي على بالك تطلب منه هو بيجيب لك اياه. انا بامرك يا زعيم، بس لهلا ما فهمت شو القصه. هذا الشاب ياسين من حاره اللوز، صايره معه قصه طويله وهربان من حارته. انا اعطيته حمايتي. امرك يا زعيم. دير بالك عليه يا ابونا. حاضر. بعيوني يا زقرتي، انت بتامر. بدك شيء عم ياسين؟ والله يا زعيم انا خجلان منك وما بعرف شو بدي اقول لك. احكي شو بدك. انا صايم من الصبح ولهلا بلا اكل ولا شرب. سعي والله الدنيا رمضان. نسيت، لا تواخذنا. يلا انا رايح جيب لك اكل وتكه وبرجع بخاطركم. مع السلامه. الله معك. شو يا ابني ليش خايف؟
بصراحة أنا مخربط شوي. ما في داعي تخاف، أنت بحماية الزعيم أبو بطرس. أنت بتعرف شو يعني الزعيم أبو بطرس؟ والله بعرف، بس أنا أبونا مخربط شوي وقلقان على أمي، لأنه أمي وحيدة وضلت بالحارة. لا تخاف عليها، إن شاء الله ما عليها شيء. نحن كمان صرنا أهلك ومنخاف عليك، ومثل ما بيقولوا بين الأهل ما بقى في لا حارس ولا بواب. بقى اللي بدك إياه بتطلبه مني، ولا تخجل. إن شاء الله إن شاء الله أبونا. طيب أنا رح أتركك هلأ شوي لحالك، رح أجيب لك مخدي وأغطية، ما بتأخر عليك. بعد كل اللي عملته فيك يا نوري عم تدافع عني، معقول كون غلطان بحقك؟ معقول الزعامة عمتني وما عادت شفت الشغلات الحلوة اللي فيك؟ بس لا انت الحق عليك، الزعامة من حقي وانت اخذت مني غصب عني، وأنا ما رح أكل ولا رح أمل حتى رجع الزعامة اللي سلبتني إياها. ساعة لكل حادث حديث. دجاجي وانا الديك، سايرني الله يخليك، سايرني وحياة ربك، قلبي من جوا حبك، سايرني وحياة ربك، قلبي من جوا حبك، لا ضل امشي بدربك، شو ما بدك انا بعطيك، شو ما بدك انا بعطيك. يسلم يا وا ليش عدتي ليه؟ قومي كملي راس الحاجة. والله العظيم تعبت كمان أنا بني آدمة. والله جد هي أول مرة بعرف إنك بني آدمة. قومي قومي كملي راس. قال بني آدمة قال قومي. سايرني الله يخليك. وينه فارس منيح؟ راح على الفرن تقبل. ايوه بدك شي مني؟ لوين؟ على الفرن يا امي، لازم ما بين لحدا شي، لازم اطلع وشوف العالم ولا كانه شي صار. ايه تقبلني، انسى الله يرضى عليك، انسى انسى. والله ما راح كله ولا راح مل لحتى يعلق ابن الفتان بايدي، وساعة حسابه راح يكون عسير. مريم. نعم. الله يرضى عليكي، اللي صار امبارح ما بدنا اياه يطلع لبرا، لا لأمك ولا لأخواتك ولا لأبوك. أمرك أنا. الله يرضى عليكي. بدك شي يا مو؟ لا يا ضو عيوني، الله والنبي معك. الله يهدي بالك يا أبي، الله يهدي بالك، روحي يا فاطمة، روحي الله يغضب. لا تقولي، لا تقولي، تقولي بالك تقبريني.
تعي. شو بك يا نوري؟ ماشي وحاطط راسك بالأرض؟ ارفع راسك ولا تبين لحدا انه صاير معك شي. الناس عم تستنى عليك تدكل حتى توقع. لا نوري لا، ارفع راسك وامشي بين الناس ولا تخلي عدوينك يشمتوا فيك. السلام عليكم علي نوري. اهلين عليك السلام. اهلين اهلين. خفي ايدك امي. حاضر امي يلا. خذي يا عم. يعني أنا شو ذنبي إذا حبيت؟ عمتي أنا بني آدم في قلبي بيخفق جواتي. حبيت ياسين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب. أنا والله ما غلطت، حبيت ياسين وأنا طاهرة، وياسين زلمة أصيل ولا مرة حاول يلمسني. أنا هلأ هلأ مستعدة روح وقف بوش نوري وفارس وأمي والعالم كله وصرخ بأعلى صوتي إني بحبه لياسين. خلص عمتي خلص. عمتي أنت بتعرفيني منيح، أنا بغلط شي؟ شوفي فاطمة، هالحكي كله ما عاد يفيد. أنا بدي أجيب الشيخ تبع الميدان وبدي خليه يكتب كتابك على عادل مشان نستر هالفضيحة يلي عملتيها. لا أنا ما بتجوز إلا ياسين. رح تتجوزي عادل وهذا آخر كلام عندي. آخ لو بقدر فوت على الحارة أعرف شو صار معك يا فاطمة. إن شاء الله يكون نوري ما تبعك. يا رب على مين يجيب لي خبر عن فاطمة؟ يا ترى شو عم تساوي هلا؟ ما رح أتجوز غيرك يا ياسين، مستعدة إني أقتل حالي أهون من إنه يجي رجال غيرك يلمسني. لا إله إلا الله، من وين إجتنا هالمصيبة؟ منطلع من مصيبة ونفوت بتانية. الله يكون بعونك يا نوري، لو جبل كان منهد. الله يكون بعونك، حامل هم الحارة وهم الدنيا كلها فوق راسك. الله يصبرك يا أخي، الله يصبرك.
ايه سيدي اليوم فطورك عنا. لك يا مختار الله يخلي لي اياك، والله مو حلوك اليوم، الله وكيلك عم تخجل لي هيك. لا سيدي كل يوم. انت ما بدك يعني تكون مبسوط؟ انا ما بنبسط الا هيك. والله يرضى عليك، عم استناك على المغرب. ها خلص على راسي مختار، شرف انت. شو عندك؟ وين رايح؟ رايح عالشام، رايح جيب اختك ام دياب من عند اهلها، شغله ساعتين ما بطول. الله ييسر لك مختار. يلا خاطرك. الله معك، مع السلامه. ابو دياب ذاهب الى الشام، هذا يعني ان ابنته ستبقى وحيده في المنزل اليوم. سيدي يبدو ان هذا المجرم الذي نبحث عنه. يا لك من غبي، هل هذا وقت مجرمين؟ اقول لك ابنه ابو دياب وحدها في المنزل. هذا المجرم نستطيع ان نلقي القبض عليه متى نشاء، فقد عرفنا مخبأه. اما الشمس لن تبقى وحدها في المنزل الا اليوم. اتبعاني. شو معلم شكري؟ شايف انت خفت على اهل الحارة؟ والله يا زكور، لاني عرفان شو بدي اقول لك، لاني عرفان شو بدي اسوي بالحارة. لا شكري، هذا الكلام ما حبيته منك. بنوب بنوب ما حبيته. لا بعد ما تعذبنا كل العذاب وتمرمطنا كل هالمرمطة، جاي هلا تضعف وتروع علينا كل شيء؟ شوف شكري، الزعامي من حقك ولازم ما تتنازل عنها. بنوب ليكو نوري، نازل عن الزعامي يعني اللي بدنا اياها صار، واللقمه وصلت للتم. باكر مال النبي لا تضوع كل شيء سويناها. ان شاء الله زكور، ان شاء الله. بعدين على الحالة هيك بيضل محبوس هون. معلش يا ابو جلال، معلش. اصبر وتحمل. والله والله مستعد موت الف موتة موتي، وما اخبر عن الرجال اللي عم تحمي البلد. اي والله. أنا لويس. بس أبي مو هون. أعلم أعلم، أرسلني كي يعطيك شيئا ما، قال إنه سيذهب إلى الشام كي يأتي بأمك من بيت أهلها. افتحي افتحي، لا تخافي، إن كنت خايفة مدي يدك وخذي شيئا فقط. افتحي. تعالي تعالي تعالي.
فوتي لجوا اختي، فوتي لجوا. لا تخافي اختي، امان.